جدا من الذين بيدهم الأمر في البلاد العربية يستحقون الإشادة. بعض صحيح، الأفراد يستحقون أليس الإشادة. هناك حكام عرب فعلا يعني يمكن الإشادة بهم؟ يستحقون الإشادة، يعني القلائل جدا. ناصر أما الباقي فلن أعلق. ولا احنا بنعلق. أستاذ ناصر، اشتغلت بالصحافة الثقافية لنقل عمرًا وما زلت، من هو المثقف باختصار؟ تحتكيت يوميًا بتحتك بالمثقفين. المثقف المفروض ينبغي أن يكون ما يقوله يحاول أن ينفذه، ويجب أن يكون المثقف في تقديري الشخصي رافضًا للظلم، للقهر، للديكتاتورية، للفقر، ومبشرا بالعدل، بالحرية، بالجمال. حلو حلو، كأنك يعني لفت نظري عبارة للمفكر العربي دكتور محمد عابد الجابري قبل فترة بنفس الفكرة، يتكلم أن المثقف هو يتحدد لنقل معناه الأقوى في أنه مش بنوع علاقته بالفكر والثقافة ولا لكونه ممكن نقول يكسب عيشه بالعمل بفكرة وليس بيده، بل يتحدد وضعه بالدور الذي يقوم به في المجتمع كمبشر ومعترض ومشرع لأشياء كثيرة. هل يوجد عندنا، أو على الأقل عندي رأي أو قضية، عندنا مثقفين اليوم أكيد بهذا التعريف؟ أكيد أكيد هناك كثيرين، ولا أكيد. المعظم صار يساير كل لا شيء؟ لا لا، أكيد أكيد، أنا ظني أن الأمة العربية تضج بمثقفين أصحاب وجهات نظر حقيقية مبشرين ومعترضين ومشرعين. وأكيد بلا من جدال. مثلا من مثلا أستاذ ناصر، اسم واحد حيرت كتير. اثنين ما هم كتير، حقول اثنين، حقول ثلاثة، حقول أربعة، حقول خمسة، ما كتير، ما أنا أقوم كلهم في بالي. يعني الأستاذ أدونيس رغم أنه عايش في باريس، أستاذ حجازي منهم، دكتور المقالح منهم، دكتور جابر عصفور منهم، الأستاذ سيف المري منهم كشاعر ورئيس تحرير. نعم. لا كثير، قلت مرة أن من سوء طال عالمنا العربي أنه محتشد بالعديد من المبدعين الذين لا يتورعون عن الإشادة بذواتهم، من قصدت بهؤلاء؟ يعني حكاية المبدعين والنرجسية احنا عارفينها. لا بس يعني انا حقيقي بحكم شغلي في دبي الثقافية، يعني يدخل علي واحد او واحدة يعطيني قصيدة يقول لي هذه القصيدة اجمل قصيدة كتبت في الشعر العربي وانا كتمتها امس ليلة. ويوميا بتحدث الحاجات دي؟ لا مش يوميا طبعا، بس يحدث كثير كمان مش قليل. فانا اندهش، يعني كيف تقول على نفسك انك كتبت قصيدة اجمل ما كتب في العالم العربي؟ فأقول له طيب شكرا سيبها لي. هذا مش من باب التبجح، من التواضع هذا. لنقل المفارقات، يعني هذه لما كنت صغير كنت بتقرأ لبعض هؤلاء الأقلام، دلوقتي اليوم يعني بتعيش معهم وبتشرب قهوة معهم، بتقعد معهم وبتنشر لهم، كيف وجدت هذه الرموز وهذه الأسماء؟ هل هناك كما يقال ثمت مفارقات صادمة بين أسماء تمثل رموز وقامات، هذا التصور الرومانسي لنقل عن الوسط الثقافي، وبين الواقع؟ يعني في مفارقات صادمة والله أو مدهشة، يعني سلبي وإيجابي احنا بنتكلم. لا أنا مثلا أقدر أقول لك إن هم كلما تجاوزوا 70 كلما ازدادوا طفولة وبراءة. يعني أنا قعدت مع الأستاذ رجاء الله يرحمه، يعني أكثر من طفل جواه، أستاذ أدونيس طفل، أستاذ حجازي جواهم أطفال، جواهم يعني براءة يعني شديدة. يعني ما صارت معك يوم تعرفت على أديب أو كاتب وقلت يا ريتني ما تعرفتش عليه، يا ريتني كنت قاري له النص واكتفيت بإني أعرفه كقلم؟ لا، كحد أنا معجب بيه، وكحدك حق معجب بيه. أيوة. ومبدع. وانصدمت فيه؟ لا 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 ما انصدمتش. لا لا لا، طيب أعظم الناس أعذرهم للناس ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعظم الناس أعذرهم للناس. يعني أنا متصالح مع بالك طويل وبتستوعب. لا وبعدين كمان أنا في ظني الشخصي إذا كان الإنسان مبدع حقيقي وأضاف وأمتعني وأثار فيحق لهم، يفعل ما يشاء. الله، أنت بتوسع كتير عليهم. تحدثت أستاذ ناصر، طبعا هذه من سماحة روحك، يعني عندك أناقة أيضا روحية. تحدثت مرة عن تراخي حركة النقد، كيف ترى إلى أحوال النقد العربي اليوم وخصوصا هذه القطيعة اللي نشهدها؟ يعني النقد العربي اليوم مدجج ومفخخ في أبراج عاجية أكاديمية، مش على الواقع، مش على الأرض، يعني ثمت قطيعة بين النص وبين ناقد. لأنه أنت القراءة بشكل عام سواء قراءة الإبداع أو قراءة النقد في تراجع مخيف. القراءة زي ما بنقول في 100 مليون أم عربي. برضو التقرير اللي من يومين بيقول أن نسبة القراءة العربية
في العالم العربي 4% بالنسبة للقراءة في إنجلترا. لكل 12,000 وكسور عربي ليهم كتاب في 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 الشهر، في حين ان لكل 500 انجليزي كتاب. فاصلا المشكله تنسحب على كل شيء، على كل شيء. احنا عايزين نحدد شويه من النقد للنقد الصحفي. بلا جدال هناك، إن هناك بعض النقاد بلا جدال وبوضوح شديد يستخدمون لغه خشنه، لغه وتعبيرات لا تخاطب القارئ العام. يعني كان زمان محمد منظور يكتب بلغة في الصحافة يقرأها القارئ العام واستوعبها واستمتع بها. كان رجاء النقاش يفعل ذلك، دكتور صلاح فضل يفعل ذلك الآن، دكتور حاتم الصقر من العراق يفعل ذلك، لكن هناك آخرين لا يفعلون ذلك. لأن هناك في فرق أيضا أستاذ، يعني أيضا أنا استميحهم، لأن هناك في نقد علمي ونقد صحفي، يعني ونقد المقاربات العلمية فيها من المصطلحات وفيها من التخصص، لا يعني لا تستطيع أن طيب هذا النقد ليس للقارئ العام، ده في الجامعات، في الجامعات، في الجامعات وطلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه، فاللي يفهموه ويتعاملوا معه، وده قضية خاصة جدا وضيقة. أنا أتحدث عن النقد الذي منشور في المجلات والجرائد، وده اللي بيوسع دائرة معارف الجموع. بس حتى الأقلام هذه الأكاديمية بتخاف لما بتنشر بها المجلات إن هي تنزل، أو إن يعني تعرف النقد هو ممكن نقول انه كمان في شيء خاص، يعني في نقد ابداع، طبعا نقد ابداعي، لان لا ينزلق الى الانطباعيه لنقل حتى في القراءه، لان في كتب يعني فيها انطباعيه معينه، وفي كتب اللي تباع على ارصفه الطرقات غير النقد اللي بس انا اظن اللي هيكتب في جورنان او في مجله ثقافية. هيكتب في جورنان او في مجله يجب ان يراعي القارئ العام دون ان يفقد احترام القارئ المتخصص. سهلة دي العملية؟ صعبة دي جداً، صعبة جدا بس هناك ناجحون فيها، هناك كثير من الأدباء وعندهم المهارات ديت وبالنقاد. نعم، هناك من يرى أيضا أن النقد الصحفي تحول إلى شبكة مصالح. رح نرجع إلى هذا المحور مع الأستاذ ناصر عراق بعد قليل. تحزن على بعض الصور، صح؟ على بعض أصحابك هذو اللي محمود درويش الله يرحمه. نعم، طلعتوا عدد خاص للشاعر محمود درويش، وأيضا العدد الأخير أيضا لعميد الأدب العربي لنقل بين هلالين الأستاذ طه حسين. الاهتمام هذا لاحظت أن خلال يعني في أيضا نشاط في إيقاع المجلة، يعني بعد رحيل محمود درويش على طول طبعا طلعت هذه، نعم هذا العدد. كيف تعملون؟ شو الآليات اللي بتعملون؟ هي دي الصحافة الناجحة في ظني. تستنفروا كل يعني لما محمود درويش مات يوم 9 واحنا بنودي للعدد المطبعة يوم 20، فأنا عملت اتصالات، استاذ سيف كلفني قال لي تصرف، عايزين ملف خاص عن محمود درويش، ده مش رجل عادي ومش ده شاعر العرب حقيقة يعني. فعملت اتصالات مع جميع كتابنا الكبار ومع جميع مراسلينا في البلاد العربية، وكلفنا الناس اللي معانا زملائي في المجلة بعمل تحقيقات عن دور الرجل. فأنا حتى أفاجأ يعني مثلا أنا ما أعرفش أنه كان أقام في تونس فترة وشقته في تونس، فمراسلنا في تونس عمل لنا تقرير عرف عن الموضوع دوت. وكلهم بنتفق معهم بمواعيد، حتى الدكتور جابر عصفور قال لي أنا مسافر وحكتب إمتى، وأدونيس قال لي أنا كتبت
يعني وملاحقتهم يعني استغلت يعني لطفهم معايا وكرمهم مع المجلة وحبهم ليها وضغطنا عليهم صحيح. شوية يعني واستجابوا. نعم هذا الرحيل أشعل حزن كبير على كل العالم العربية والعالم صحيح كمان. نعم. الثقافة في الخليج، وأنت اليوم أستاذ ناصر ابن الواقع الخليجي، كيف تجد حركة الشعر في الخليج، الأدب عموما؟ لا أنت ما تقدريش تفصلي الخليج عن العالم العربي كله، ما تقدريش تفصليه وعن العالم. أنت عندك معلومة أن دار إكسفورد في إنجلترا أوقفت من حوالي 4 سنين طبع دواوين الشعر لأن ما فيش قراء؟ يعني خلاص فكرة المراكز الثقافية انتهت، أو فكرة غير دقيقة لنا نقول؟ لا خلينا نقول غير دقيقة، مراكز ثقافية غير دقيقة، زي ما كان زمان بيروت والقاهرة ودمشق. نعم. لا أصبحت غير دقيقة، ولكن ستظل هذه البلدان أو هذه المدن ذات التاريخ المتد. نعم العريق. نعم العريق الثقافة. ستظل ليها نكهتها الخاصة ونبرتها الخاصة، ولكن هذا لا ينفي المدن الجديدة. صحيح هي في نفس الدائرة بتدور، لكن أقصد هل الحالة الثقافية أفرزت كما نقول وضع ثقافي متبلور كما تبلورت هذه الحركة الثقافية لنقول